السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من التلفزيون المصري وإليكم أحداث 24 ساعة. شكري يشدد على ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم حول سد النهضة. الجامعة العربية تعرب عن أسفها من محاولة إثيوبيا الوقيعة بينها وبين الاتحاد الأفريقي. مدبولي يتفقد مشروعات حياة كريمة لتطوير الريف في أسوان. الأحداث بالتفصيل. شدد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته للدفع قدما نحو التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء سد النهضة وتشغيله. جاء هذا خلال لقائه بنيويورك مندوبي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة في إطار التحضيرات المكثفة لعقد جلسة مجلس الأمن المقررة حول قضية سد النهضة. وشرح شكري أبعاد الموقف المصري منوها بمواصلة إثيوبيا سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة والاتفاق إعلان المبادئ. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري مندوبي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية الدائمين لدى الأمم المتحدة. جاء اللقاء في إطار التحركات المكثفة لعرض أبعاد الموقف المصري في ملف سد النهضة. في سياق متصل التقى وزير الخارجية سامح شكري في نيويورك مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكونة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال. جاء اللقاء لشرح أبعاد الموقف المصري من قضية سد النهضة. من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أن أثيوبيا ليست لديها الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة وأنها تسعى دائما للتهرب من أي التزام عليها تجاه دولتي المصب. وفي اجتماع افتراضي مع مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أندرسون جدد عبد العاطي تأكيده أن مصر ليست ضد التنمية في أثيوبيا أو دول حوض النيل، لكن يجب تنفيذ مشروعات التنمية وفقا لقواعد القانون الدولي مع مراعاة شواغل دولتي المصب. وأشار عبد العاطي إلى أن مصر ساعدت بالفعل دول حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي. كما استعرض وزير الري موقف مصر المائي وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه، وأوضح أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافا. بدورها لفتت أندرسون إلى أن أمين عام الأمم المتحدة أكد جاهزية المنظمة للمشاركة في مسار الاتحاد الأفريقي لدعم مفاوضات سد النهضة حال طلبت الدول الثلاثة ذلك. أعربت الجامعة العربية عن الانزعاج لما ورد في رسالة إثيوبيا إلى مجلس الأمن التي ترفض فيها تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة بزعم أن ذلك قد يقوض العلاقات الدولية الودية بين الجامعة والاتحاد الأفريقي. وأكد مصدر مسؤول بالأمان العام للجامعة أن رسالة إثيوبيا تضمنت مغالطات عديدة، أخطرها هو السعي إلى الإيقاع بين منظمتين إقليميتين طالما احتفظتا بأوثق العلاقات. وشدد المصدر على أن الجامعة العربية ليست في ورد الدخول في أي صورة من صور السجال أو المواجهة مع الاتحاد الأفريقي. كما أضاف المصدر أن تدخل الجامعة في موضوع سد النهضة هو أمر طبيعي باعتبار القضية تؤثر على مصالح دولتين من أعضائها هما مصر والسودان، مؤكدا أن مواقف الدولتين العادلة نحل إجماع عربي. كما أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهم المائية المشروعة. وقالت المملكة العربية السعودية إنها تدعم جهود مصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة وتحركاتهما الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم وعادل لإنهائها. ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاثة للخروج من هذه الأزمة. وجه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي قبل الجلسة المقررة الخميس المقبل لبحث أزمة سد النهضة، وطالب العسومي المجلس باتخاذ موقف ملزم يفضل التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغيله. وأكد أن النيل نهر دولي لا يجوز أن يسعى طرف لبسط السيادة عليه أو احتكاره. واعتبر العسومي أن استمرار عمليات التفاوض إلى ما لا نهاية دون حل بات أمرا غير مقبول.
ومعنا هاتفيا الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي. دكتور سامح، بعد التحية، يعني كيف ترى الإجراء الاتحادي الذي اتخذته إثيوبيا فيما يتعلق بالملء الثاني لسد النهضة، والذي يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي مع عدم احترام العهود، كما أيضا يعد خرقا لاتفاق المبادئ الموقع 2015؟ أولا مساء الخير يا فندم، وبشكرك على الاستضافة. ثانيا، يعني زي ما حضرتك قلت ولخصت، يعني خرق قواعد القانون الدولي، تصرف منفرد، تصرف يعني يخالف كل الأعراف والقواعد المستقرة. فعلا في مخالفة لقواعد القانون الدولي، فعلا في مخالفة صريحة لإعلان المبادئ اللي بينص على ضرورة التوصل باتفاق يحكم الملء والتشغيل. فعندما تأتي إثيوبيا يعني بشكل منفرد أمس وتصر على موقفها، وهي على علم أن مجلس الأمن سيناقش هذا الموضوع يوم الخميس القادم، هذا التصرف بس مش مستغرب، ولكن هي تحاول بشكل استفزازي أنها يعني تتخذ إجراءات يعني نرجو أن يكون محل أو توضع موضع الاعتبار أمام مجلس الأمن، حيث أن مجلس الأمن يستطيع أن يمارس مهامه في ظل هذه الإجراءات وأحادية الجانب اللي بتتخذها إثيوبيا بالنسبة لنهر دولي مشترك وهو النيل الأزرق اللي بتشارك فيه مصر والسودان. دكتور محمد، يعني تؤكد مصر دوما أن الاتفاق بين الدول الثلاثة يجب أن يكون عادل ومتوازن ويحفظ مصالح الدول الثلاثة بما فيها طبعا إثيوبيا. كيف ترى المسار السلمي الذي تنتهجه مصر في هذا الملف؟ شوف والله حضرتك، أنا أعتقد أن يعني مسلك مصر سواء القيادة السياسية أو الدبلوماسية المصرية في على 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 أرض الواقع والتنفيذ كان موقف مشرف، يعني بيعكس إيمان مصر بفكرة الحلول السلمية، بيعكس إيمان مصر بضرورة استنفاذ كل الطرق الودية للتفاوض. مصر كانت حريصة حرصا شديدا ولا زال على التوصل إلى اتفاق دولي ملزم يضع مصالح الدول الثلاثة موضع الاعتبار بشكل متوازن. مصر هي التي باركت إقامة هذا السد في 2015 عندما وقعت على إعلان المبادئ. مصر هي الحريصة على مد جسور التعاون وتحقيق التنمية لشعوب أفريقيا وأولهم إثيوبيا. مصر هي اللي سلكت كل الوسطات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي والبنك الدولي، هي التي قبلت اللجوء للعمل والتفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. مصر لما لجأت لمجلس الأمن العام الماضي كان يمكن أن تصعد، ولكن انتظرت كي تستنفذ كل السبل مع الجانب الإثيوبي، لكن هناك جمود في الموقف الإثيوبي، تعنف في الموقف الإثيوبي غير مبرر وغير قانوني ويمكن أن أفضل. طيب اسمح لي دكتور محمد على ذكر هذا التعنت، هل يعد هذا التعنت الإثيوبي محاولة ربما من أبي أحمد للتغطية على الهزيمة التي تلقتها قواته في تجري ووقوع الآلاف من أفراد قواته في الأسر؟ طبعا هو يحاول انه يستخدم ورق سد النهضة في ان يلهي شعبه عن ما يحدث على الارض. المنظر اللي احنا شفناه من يومين لجيشه بيحاول انه يقاوم او يظهر بمظهر غير حقيقي لشعبه قدرته على مواجهة دولة كبيرة مثل مصر. وبالتالي عندما يقوم بشكل منفرد ويتخذ مثل هذا الإجراء، هو فعلا يعني لأن مش ممكن أن يكون هناك تصرف عاقل أنك تتخذ مثل هذا الإجراء والقرار 48 ساعة قبل ما مجلس الأمن ينظر في هذه المسائل. صحيح. إلا إذا كانت هناك ورقة أخرى أو هدف آخر هو بيحاول يلعب بيه مستغل قضية سد النهضة، متجاهلا حقوق مصر وحقوق شعب مصر في مياه ليس هذا الجيل ولكن الأجيال القادمة. أيوة. نعم، الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم التعاون القانون الدولي في جامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.
تفقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في أسوان، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الكرام في مختلف القطاعات. وقبيل توجهه إلى أسوان، قام رئيس الوزراء بمتابعة الأعمال الجارية في مشروع ترميم طريق الكباش ومعبدي الكرنك والأقصر، ذلك في إطار الخطة الرامية لإحياء المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية. متابعة أعمال تنفيذ مشروعات ترميم وإعادة إحياء المواقع الأثرية وكذلك المشروعات التنموية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين كانت هدف جولة رئيس الوزراء التفقدية بالأقصر وأسوان، والتي استهلها سيادته بتفقد أعمال ترميم مسار طريق الكباش بالأقصر ومعبدي الأقصر والكرنك. رئيس الوزراء أكد أن مشروع مسار طريق الكباش يستهدف تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معبدي الكرنك والأقصر. وخلال الزيارة حرص رئيس الوزراء على التقاط صور تذكارية مع السائحين، وأجرى حوارا مع العاملين بالمشروع، ووجه سيادته بالاستعانة بخريج كليات السياحة في تنفيذ أعمال تطوير المواقع الأثرية. وخلال جولته بمعبد الكرنك تفقد رئيس الوزراء أعمال ترميم تمثال تحتمس الثاني المتهدم منذ أكثر من 1000 سنة، ومن المقرر انتهاء ترميمه في أكتوبر المقبل. ثم تفقد سيادته مسار الطريق الكباش واستمع لشرح وزير السياحة حول الأعمال الجاري تنفيذها بأياد مصرية والمقسمة إلى 7 قطاعات بين معبدي الأقصر والكرنك، ويمتد لمسافة 2700 متر. بعد ذلك توجه رئيس الوزراء إلى أسوان لتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة. وفي مستهل الزيارة تفقد سيادته أعمال تطوير قرية الكاجوج، وهي ضمن 17 قرية بمركز كومومبو جار تطويرها. وتفقد رئيس الوزراء أعمال إنشاء كوبري الكاجوج الذي يستهدف نقل السيارات فوق السكة الحديد للحد من الحوادث وتحقيق السيولة المرورية. ثم تفقد محطة الصرف الصحي بالكاجوج والتي تخدم 3 قرى هي الشبيكة وسلوى قبلي والكاجوج بتكلفة بلغت 617 مليون جنيه، وشهد سيادته إعطاء إشارة بدء تشغيل المحطة. ثم تفقد سيادته مشروع توسيعات مدرسة السلام الابتدائية لزيادة عدد الفصول إلى 32 فصلاً لخفض الكثافة الطلابية. وتفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بالكاجوج والتي ستدخل الخدمة قريباً ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تفقد أعمال تجديد الوحدة الصحية بقرية سلوى قبلي وفق نموذج تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولى على مستوى الجمهورية. وتفقد سيادته أعمال تطوير مكتب بريد سلوى قبلي الذي سيوفر خدمات مالية متكاملة لنحو 35,000 مواطن. وحرص رئيس الوزراء على الاستماع لطلبات أهالي قرية الكاجوج لتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل لشباب القرية. وقد أكد سيادته أن مشروعات تطوير الريف المصري ستسهم في توفير فرص العمل لأبناء القرى المطورة. محمد شعبان، التلفزيون المصري. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مدينة أسوان الجديدة لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول المدينة التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع على مساحة 22,400 فدان، وتستهدف توطين 850,000 نسمة قبل حلول عام 2032. كما تفقد رئيس الوزراء مشروع الشريط النهري السياحي في أسوان، حيث وجه مدبولي بالعمل على تذليل أي معوقات من الممكن أن تواجه عمليات تنفيذ المشروع، ذلك بما يضمن سرعة الانتهاء منه في أقرب وقت وبدء العمل على استثماره سياحيا. نشر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسما توضيحيا حول جهود اللجنة الوطنية لصرف تعويضات متضرري النوبة في المرحلتين الأولى والثانية. وأوضح التقرير أنه وفقا لتوجيهات رئاسية أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية التي وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض لمتضرري النوبة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي. كما أشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء وجه بإعادة فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة لمن لم يتمكنوا بالتقدم في المرحلة الأولى، ذلك خلال الفترة من 17 من يناير 2021 وحتى 30 من أبريل 2021. متواصلون مع حضراتكم في أحداث 24 ساعة وفيها بعد الفاصل. حسان دياب يحذر من ربط مساعدات لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة.
أعربت مصر عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة روسيا في حد تحطم طائرة ركاب بشرق البلاد، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع حكومة وشعب روسيا الصديقة في هذا المصاب الأليم. هذا وعثرت فرق البحث عن أجزاء من جسم الطائرة الركاب التي كانت تقوم برحلة داخلية هي من طراز N26 وكان على متنها 28 شخصا، سقطت في البحر قرب شبه جزيرة كامتشاتشا في أقصى شرق روسيا. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسن دياب أنه مع تعاظم الأزمات والمعاناة أصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطرا داهما على حياة اللبنانيين وعلى الكيان اللبناني بأكمله. أضاف دياب أن حكومته لا تمتلك الحق في استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، معتبرا أن الضغوط التي تمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثر على الفاسدين، بل يدفع الشعب اللبناني وحده ثمنا باهظا له ويحدد حياته ومستقبله على حد وصفه. فشل البرلمان الإسرائيلي في تجديد قانون مثير للجدل يمنع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول على الجنسية في انتكاسة للائتلاف الحكومي الجديد. وجاءت هذه النتيجة للتصويت على تمديد القانون بموافقة 59 عضوا ومعارضة نفس العدد، وهو ما يعني الإخفاق في تحقيق أغلبية طفيفة مطلوبة لتمديد قانون 2003 والذي انتهى العمل به منتصف ليل أمس. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القوات الأمنية تبذل جهودا كبيرة لحماية أبراج نقل الطاقة وأحبطت بالفعل عددا من المحاولات التخريبية والإرهابية وألقت القبض وقتلت عددا من المخربين. كانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت إحباط محاولات لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد. سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا مدفوعة بفشل محادثات أعضاء منظمات الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائهم بشأن اتفاقية أوبك بلس. على خلفية تمسك الإمارات بموقفها بشأن زيادة الإنتاج، ألغى أعضاء أوبك وحلفائهم في مجموعة أوبك بلس اجتماعهم الاثنين دون تحديد موعد جديد. الإمارات رفضت الأحد خطة يتم التفاوض في شأنها، معتبرة أنها غير عادلة، في تصعيد للخلاف قد يؤدي إلى عرقلة تعافي سوق الخام بعد جائحة كوفيد-19. وتنص الخطة المطروحة على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس وحتى ديسمبر، بحيث تصل كمية النفط الإضافية المطروحة في السوق بحلول نهاية السنة إلى 2 مليون برميل في اليوم. ويتماشى ذلك مع الاستراتيجية العامة التي تتبعها أوبك بلس منذ مايو الماضي والقاضية بزيادة الإنتاج تدريجيا بعد خفضه بشكل حاد مع التراجع الهائل في الطلب عند بدء انتشار فيروس كورونا. هذا الفشل في المفاوضات إذا لم يتم حله قد يؤدي إلى تمديد في أغسطس أو حتى بعد ذلك لحصص الإنتاج المطبقة في يوليو، وليس زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل التي كانت مطروحة. وتطلب أبوظبي أن يعكس حجم إنتاجها المرجعي الذي حدد كالآخرين في أكتوبر من عام 2018 بشكل أكبر لقدراتها الإنتاجية الكاملة والتي تزيد على 600 ألف برميل يومياً. باتت الولايات المتحدة الأمريكية على وشك سحب آخر جنودها من أفغانستان وإنهاء حرب استمرت 20 عاما على رأس تحالف دولي لطرد تنظيم القاعدة الإرهابي من معاقله بعد اعتداءات 11 من سبتمبر 2001. دوامات ومتاهات تدخلها أفغانستان مع قرب انتهاء خروج القوات الأمريكية وسرعة سيطرة حركة طالبان الإرهابية على عشرات الأقاليم خلال شهرين الماضيين، ليبدأ فصل جديد في النزاع ينذر بمزيد من الفوضى في البلاد. وفيما تعهدت السلطات الأفغانية بإعادة سيطرتها على كل المناطق التي استولت عليها طالبان، اندلعت الاشتباكات في ولايات عدة بعدما شن المتمردون حملة مدمرة عبر الريف الشمالي خاصة، ونشرت مئات الأفراد من القوات الخاصة بهدف مواجهة الهجوم العنيف الذي تشنه طالبان في الشمال، وأدى إلى فرار أكثر من 1000 جندي أفغاني إلى طاجكستان المجاورة.
وبعد تدخل عسكري استمر 20 عاما في البلاد، غادرت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي قاعدة باجرام الجوية قرب كابول بعد سحب جميع القوات. ومن المفترض أن يتم انتهاء الانسحاب في الذكرى 20 لهجمات سبتمبر. ومن جانبهم أكد مسؤولون أفغان في مجال الدفاع ضرورة تأمين المدن الرئيسية والطرق والبلدات الحدودية في مواجهة هجوم طالبان التي توجه ضربات معنوية كبيرة للحكومة الأفغانية من خلال سيطرتها بسرعة وسهولة على مساحات شاسعة من تخار وبدخشان، فقد كانت الولايتان معقلين لتحالف الشمال خلال الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، ولم يتمكن المتمردون يوما من السيطرة عليهما. وفيما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة. يواصل فيروس كورونا بسلالته المتحورة الجديدة انتشاره في بلدان العالم، حيث أعلنت حكومة إندونيسيا التي سجلت حصيلة يومية قياسية للوفيات بلغت 728 وفاة، فيما سجلت 31,000 إصابة جديدة، أعلنت أنها ستتلقى الأكسجين الذي تحتاجه بشكل طارئ للمرضى من سنغافورة. كما تتواصل السلطات مع دول بينها الصين للحصول على المساعدة. وقد زادت الإصابات أكثر من 4 مرات في أقل من شهر في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان الذين يبلغون 270 مليون نسمة. أعلنت روسيا تسجيلها 737 وفاة بكوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي منذ ظهور الوباء في البلاد التي تواجه تفشي المتحورة دلتا، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها روسيا خامس أكثر دول العالم تضررا من حيث عدد الإصابات، تتجاوز عتبة 700 وفاة يومية بسبب فيروس كورونا. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التخلي عن إلزامية وضع الكمامة في الداخل بالأماكن العامة في البلاد اعتبارا من 19 من يوليو الجاري، إذ ينوي رفع آخر القيود المرتبطة بالفيروس في هذا التاريخ. ويثير هذا الإجراء الجدل وسط تزايد الإصابات بالمتحورة دلتا. سيتمكن القادمون من المملكة المتحدة والبرتغال وروسيا والهند ونيبال من دخول ألمانيا اعتبارا من اليوم الأربعاء، مع خضوعهم للحجر الصحي والاختبارات الكشف عن المرض. قررت كاتالونيا إعادة فرض القيود للحد من الزيادة المضطردة في عدد الإصابات بكوفيد 19 خلال الأيام الأخيرة، خاصة بين الشباب في هذه المنطقة بشمال شرق إسبانيا. تقضي التدابير بإغلاق النوادي الليلية وأماكن الترفيه الليلية الأخرى في الأماكن المغلقة اعتبارا من نهاية الأسبوع. الآن إلى جولة صحافية نبدأها مع حضراتكم من موقع بوابة الأهرام الإلكترونية. وزيرة الصحة تؤكد حرص الرئيس السيسي على حماية الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم. موقع بوابة أخبار اليوم الإلكتروني، وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة تابعوا البث المباشر لامتحانات اللغة العربية الخميس المقبل الساعة 7 مساء عبر منصة حصص مصر. موقع الجمهورية الإلكترونية، الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية للأطباء البشريين والأسنان والصيادلة. موقع بوابة الأهرام الإلكتروني، إطلاق 15 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا. أخيرا من جريدة الوفد، الصفحة الأولى، أول أغسطس صرف المعاشات بالهاتف المحمول.
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية والطقس أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار رطب على القاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد. وإلى حضراتكم الآن بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة. بدرجات الحرارة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من إحداث 24 ساعة. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.